فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل عن حال والده، يقول إنه قد توفي على معتقد الصوفية من أورادهم وتسبيحاتهم وصلاتهم، ويقول لم ينصح أحد والدي بأن هذا السبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله: هل أستغفر له وأدعو له؟ إذا لم يصل إلى حد الشرك، أنه لم يصل إلى حد الشرك، عنده ذنوب ومعاصي لم تصل إلى حد الشرك، أدعو له واستغفر له. أما إذا أنه يشرك بالله ويدعو غير الله فلا تدعو له. نعم.